افتكروا في سحرة وصل بهم الكفر والفجر والجحودية دي لدرجة انهم يقرروا يدخل السحر الاسود لبيوت كل المصريين. واهلا بيكم، انا هاني النادي من قناة المدفون، والنهاردة انا جايب لك بحلقة نار، فانا عايزك تجيب لي المشروب السخن بتاعك وتيجي تقعد معايا وتركز في اللي اقوله لك النهاردة، علشان مفيش حاجة تفوتك من قصة النهاردة. قصة النهاردة زي ما بقول لك حقيقية وحصلت فعلا بالتفصيل، فركز معايا ويلا نخش في تفاصيل القصة على طول بدون مقدمة كبيرة. النهاردة أنا قررت أخدك في رحلة مثيرة جدا لكن مرعبة شوية وخطيرة جدا فوق ما تتخيل. السحر الأسود واحد من أخطر السحر اللي تسببه في لعنة معظم المصريين بتعويذ خطيرة جدا في الثمانينات. في البداية خليني أقول لك إن خلال المسلسل المداح رقم 3 ظهر شخصية جديدة جدا وهي الأمير، أمير السحر التائب اللي رجع تاني للتعاون مع الشياطين بعد ما هددوه. وخلال الأحداث دي بنعرف إن الأمير واحد من أقوى السحرة في الوطن العربي، وانه كان بيلجأ لرجال اعماله مشاهير كتير جدا وقدر يحقق ثروه من الاعمال السحليه، وده غير ان عهده مع الشيطان كان عهد قوي جدا خلاه يقدر يدخل مملكه الجن ويكون ليه لقب وخادم من الجن السفلي. طب خليني دلوقتي اقول لك مفاجاه مرعبه جدا خلال رحلتنا النهارده، وهي ان الامير ساحر حقيقي كان موجود في مصر، والساحر ده هو السيد الحسيني الفلكي. الموضوع بدا بشخص اسمه السيد الحسيني، راجل مرعب جدا، بمجرد ما عينك تقع عليه هتحلف انه قدامك شيطان بشري فعلا، وملامحه غريبه جدا ومش بشريه خالص. الراجل ده فجاه بين يوم وليله اتشهر في كل الوطن العربي اعمال التنجيم والسحر الاسود السفلي، وبقى اسمه السيد الحسيني الفلكي. والسر في الشهره اللي حصلت مفاجاه للراجل دوت تتخلص في كلمتين، العزيمه والبرهيطه، وده عهد من عهد السحر الاسود واللي عمله السيد الحسيني مباشره مع ابليس، وبكده بقى رسميا من اقوى السحره. ولكنه ما كانش اي ساحر، لان بالعزيمه دي بقى مسخر ليه ملوك الجن السفلي بيخدموه وبيعملوا له اللي هو عايزه على فكره، وده لان للعزيمه والبرهيطه قسم عظيم جدا عند الشياطين، وبتسمى بالعهد القديم، وهو قسم لا يتخلف عنه ملك ولا يعصيه جن ولا عفريت ولا مارد ولا شيطان ولا اي حاجه خالص. والعزيمه دي بتقوم بكل الاعمال السفليه من استحضار وخدمه وجلب والخ حاجات كتير جدا، لحد ما بقى السيد الحسين الفلكي من اشهر السحره وخاصه في مجال السينما وبين الفنانين. ونتيجته لشهرته ديت قدر السيد الحسين يدخل السحر لكل بيوت مصري في الثمانينات. الموضوع بدا مع كل الفنانين زي مثلا عزة العليلي في عز شهرته، وقرر يحضر فيلم رعب اسمه عادل ينتقم، بيحكي عن بيت مسكون بروح طفل صغير، وحب يستعين عزة العليلي هو المخرج بروح حقيقية في الفيلم علشان الفيلم يكون واقعي. وتم طبعا اختيار السيد الفلكي في الوقت دوت علشان شهرته وعلشان يمثل دور الروحاني اللي هيطلع روح الطفلة من البيت. طبعا انت متخيل الموضوع وصل لايه؟ وعلشان يقوم السيد الفلكي الملعون دوت بخدع المخرج، لانه استخدم في المشهد ده تعويذة حقيقية، وكانت التعويذة ديت هي العزيمة البرهيطة، علشان يدخل السحر ويحضر الجن في استوديو وفي كل البيوت اللي هيتعرض فيها الفيلم دوت. وبعد ما قرا التعويذة ديت كاملة بدأ المخرج يلاحظ حركات غريبة جدا وقت التصوير، وناس تظهر وتختفي قدام الكاميرا وبيظهر من العدم، ومحدش بيكون عارف ايه اللي بيحصل. كمان اتفاجئ المخرج بموت احد طاقم التصوير وقتها من غير اي سبب ولا غير سبب مفهوم حتى، وده اللي خلى الموضوع مرعب وغامض اكتر من فوق ما تتخيل. ولما الفيلم ابتدى يتعرض في السينمات وفي البيوت في الوقت دوت بدا يحصل حاجات غريبه جدا ومرعبه عند كل اللي شافوا الفيلم دوت، لدرجه ان في ناس قالوا في جن حقيقي حضر عندهم في البيوت وصعب انه يتصرف، لحد ما قرر منع الفيلم دوت لفتره كبيره جدا، ولكنه رجع تاني مع منتجه التعويذه بحيث ما يكونش كامله، يعني عملوا الفيلم تاني بصيغه تانيه بانتاج جديد بدون ما يكون التعويذه كامله فيه علشان ما تضرش اي حد. نيجي بقى في الجزء الاخطر في قصتنا النهارده، وهي قصه موت الحسين الفلكي، واللي زي ما كانت حياته مرعبه كانت برضه وفاته مرعبا واكتر رعب كمان، واللي اختلفت عن نهايه شخصيه الامير في مسلسل المداح 3. نهاية الحسين الفلكي بدأت بلاغ لقسم الشرطة عن وفاة المفاجئ واللي حصلت للراجل دوت. طبعا الضباط اللي حققوا في القضية دي قالوا ان عين الحسين الفلكي وعلى وشه علامات خضة فوق ما تتخيلها، رغم ان هو كان متعود يشوف جن ويشوف عفاريت ويشوف حاجات، لكن ايه اللي شافه المرة دي وخوفه كده؟ محدش عارف ولا حد عارف ايه اللي حصل كده. الطب الشرعي وقتها بيقول ان مفيش اي سبب منطقي لموت الراجل دوت، وكمان الحاجة اللي لقوها في شقته كانت غريبة جدا، مناديل ملوثة بدم حيض وسائل منوي وعلق فيها كميات لبن كتيرة جدا وصور لمشاهير عليها طلامس لأسماء عجيبة. هنا قصة موته تم تفسيرها لأكتر من تفسير. التفسير الأول هو إن يكون حاول يحضر شيطان أقوى من اللي عليه، فالشيطان ده غدر بيه وساعتها وقتله. التفسير التاني إن يكون شاف ملك الموت بصورة المخيفة اللي بتظهر للكفرة. أما القصة الأخيرة اللي اتقالت عن موته
فهي كانت الأعجب، وده لأن اتذكر فيها إن في بنت مصرية متدينة جدا شخص تقدم لها علشان يخطبها ورفضته أكتر من مرة، فقام يعمل إيه بقى؟ قام عمل لها السحر بالمرض والفقر. والدة البنت ديت كانت زي أي ست بسيطة جدا، لجأت للحسين الفلكي علشان يفك السحر دوت من على بنتها، ولكن للأسف بدل ما يساعد البنت ديت البنت عجبته، فقرر يعمل معاها سحر جلب علشان يتجوزها على مراته. ولكن البنت المتدينة ديت كانت متعودة دايما انها تصلي في السيدة نفيسة، فبدأ السيد الحسين يغضب ويهدد والدة البنت ان لو بنتها مبطلتش صلاة في السيدة نفيسة هيأذيها وممكن يضرها وممكن كمان يقتلها، لان كل ما كان بيقرر يعمل حاجة كان بيشوف السيدة نفيسة واقفة بينه وبين البنت او بين الحاجة اللي هيعملها. ولكن البنت ديت ما استسلمتش للتهديد بتاعه او للارهاب بتاعه واستمرت تصلي هناك، وكانت كل ليلة بتشوف رؤية فيها ان في تعبان كبير جدا راسه على شكل الحسين وهو بيحاول يهجم على البيت، وكانت بتسهر السيدة نفيسة بسيف من نور وتقتله. لحد اخر يوم شافت فيه البت ديت الرؤية، كان هو يوم موت السيد الحسين الفلكي. فمش عارف هل ممكن المدد الرباني ظهر فعلا للبت ديت في رؤيتها على شكل السيدة نفيسة وخلصها من الساحر الكافر دوت. في نهاية رحلتنا المرعبة خليني اسألك سؤال مرعب شوية، هل ممكن فعلا تعويذة سحرية زي ديت تدخل لكل بيوت المصريين من جديد؟ وده لان من يوم ما انتشرت حروف ورموز غريبه جدا بدا الشباب يتداولوها في كل مكان كتعبير الحب، وللاسف بعض مناهج السحر بتكون الارقام بترتيب معين دلائل لتلامس وسحره ونجاسه، ومحدش عارف منين جت الارقام دي واشمعنى رقم 900 مشتقاته، وبالذات للاسف الشباب اللي بقت بتنشر من غير ما تعرف او تتاكد. فانا اللي انا بطلبه منك دلوقتي ان انت ما تنشرش اي حاجه تكون موجوده على النت زي الرموز والاكواد اللي نزلت من فتره، ان انت ينزل رقم 900 وانت تشوف صاحبك او تشوف قريبك او تشوف معرفة وشوفه ادوته هيبقى عامل ايه جنبه. فانا عايزك تتأكد قبل ما تنشر اي حاجة بكل تفصيلة وكل حاجة بتحصل معانا في الوقت ده، لان احنا بقينا في زمن فعلا بقى زمن يخوف جدا، وزمن كمان بقى البعد عن الله في ناس كتيرة جدا وبقى بيعملوا حاجات تضر وحاجات فعلا تزعل فوق ما تتخيل. انا عايز قبل ما انهي الحلقة بتاعتكم النهاردة تعديل بسيط جدا يا جماعة، الجزء بتاع سيدة نفيسة اللي الناس فسرته غلط، المساعدة من عند الله لكن ممكن المساعدة دي ظهرت للبنت في الرؤية على شكل السيدة نفيسة لأنها بتحبها، لكن موضوع التبرك بالأولياء الصالحين حرام، مفيش بيننا وبين ربنا حجاب، مفيش بيننا وبين ربنا وصايا، وده رأيي. فأنت لو عندك أي رأي تاني اكتب لي في كومنت، ولو أنت وصلت معايا لحد هنا فأنا حابب أشكرك على وقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن، وفعلا بشكركم على دعمكم اللي أنا ما استحقهوش. وما تنساش لو أنت أول مرة تخش قناة هاني النادي المدفون إن أنت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وننشر الفيديو دوت مع اكبر ناس علشان يوصل لاكبر عدد، واشوفكم في حلقة جديدة من المدفون، وسلام.